بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نتواصل وإياكم إن شاء الله بدءا من هذه الحلقة سلسلة في قصص الأنبياء، وهي عبرة لمن اعتبر، وتعتبر هذه القصص تاريخ البشرية منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هي سلسلة لمن أراد أن يعتبر ولمن أراد أن يتفكر، وكل ما حصل للأمم السابقة سوف يحصل لهذه الأمة إن هي سلكت مسلكها. بل إن سنن الله عز وجل ثابتة، وسنن الله عز وجل الكونية لا تتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله جل وعلا لم يترك البشر هكذا، بل أرسل إليهم الرسل، تلو الرسل، أنبياء ورسل. يبلغ عدد الأنبياء قيل 124,000 نبي، والرسل يزيدون على 300 رسلا مبشرين ومنذرين. بل إن الله عز وجل قال عنهم تترى، أي يتبع بعضهم بعضا، بدءا من آدم عليه السلام. أول إنسان خلقه الله عز وجل كان نبيا، وما كان الله عز وجل ليعذب أمة حتى يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من الأنبياء والرسل من قص الله عز وجل علينا قصته، ومنهم من لم يقص الله عز وجل علينا قصته. لما هذه القصص بالذات؟ ولما نركز عليها؟ لأن هذه القصص مهما سمعتها ومهما قرأتها فإنك تستفيد فوائد أخرى وفوائد جمح. بل جعل الله عز وجل هذه القصص أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولنبدأ وإياكم أيها الإخوة الكرام مع بداية الخلق، كيف خلق الله عز وجل الإنسان. أخبر الله عز وجل الملائكة بعد أن خلق السماوات وخلق الأرض، وأول ما خلق الله عز وجل العرش، ثم خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب. قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن يشاء الله عز وجل، اكتب. فبدأ الله عز وجل يخبر القلم، والقلم يكتب بما أمره الله عز وجل. فجعل الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ثم خلق الله عز وجل ما خلق من الملائكة ومن خلقه، وخلق الله عز وجل الجن قبل الإنس 2,000 عام، فإذا بهم في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، فيرسل الله عز وجل عليهم الملائكة تجلوهم وتبعدهم إلى جزائر البحور، إلى الجزر. ثم أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق بشرا، أنه جاعل في الأرض خليفة، خلق يخلف بعضه بعضا. فإذا الملائكة تسأل وتستكشف وتستفهم، تقول يا رب لما تخلق هذا الخلق؟ ليفسد في الأرض، يسفك الدماء كما فعلت الجن؟ إن أردت العبادة يا رب فنحن العابدون، نحن الطائعون، نحن الذين نعصي لك أمرا. قال الله عز وجل للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. لم يرد الله عز وجل عليهم يكذبهم، بل قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم الله عز وجل أن من بني آدم الذين سيخلقهم جل وعلا، من بني آدم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والعابدون والمتقون. فأوحى الله لملك من ملائكته أن يأتي من الأرض بقبضة، قبضة من تراب. فذهب الملك وجاء من كل تراب الأرض أخذ شيئا، فجاء بنو آدم هكذا، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك، ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم بين ذلك. جمع الله عز وجل هذا التراب فصوره وجعله في أحسن تقويم، وذلك يوم الجمعة. خلقه الله عز وجل يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب، وظل على هذه الحال تراب، ثم بلل بالماء فصار طينا، ثم اشتد تماسكه فصار طينا لازبا، ثم تغيرت رائحته فصار مسنونا، ثم ظل على هذه الحال فصار كالفخار
إذا ضرب ظهر له صوت وظل على هذه الحال لم ينفخ فيه الروح لمدة 40 عاما، 40 سنة. أما الملائكة ففزعت، خلق طوله 60 ذراع، أجوف بأحسن تقويم وأحسن صورة لما خلقه الله عز وجل. الملائكة فزعت. أما إبليس، إبليس كان من الجن لكنه كان في الملكوت الأعلى، لما رفعه الله عز وجل؟ الله أعلم، كان بين الملائكة، ربما لعلو شأنه، ربما كان عابدا، ربما كان عالما، فرفع إلى الملكوت الأعلى وكان من الجن لكنه بين الملائكة. فمر به إبليس وبدأ الحسد يدب في قلبه والكبر والغرور، فأخذ إبليس يدخل في جوفه ويخرج من دبره، ثم يضرب على هذا الفخار فيخرج له صوتا كالصلصال، ثم يقول للملائكة: لا ترهبوا، لا ترهبوا، فإن ربكم صمد. وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكته، إذا أنا سلطت على هذا المخلوق لأهلكنه. ويقول للملائكة: لا تخافوا، إنه إبليس، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والله عز وجل قال للملائكة: إذا نفخت فيه الروح أول ما يستوي وينفخ فيه الروح خروا له سجدا كلكم. وخص إبليس بالأمر: يا إبليس، آمرك بالسجود له إذا نفخ فيه الروح. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا الروح ينفخ في من؟ في آدم عليه السلام، بداية تاريخ البشر، بداية خلق آدم ثم بنيه. وإذا الروح يبدأ بآدم عليه السلام من رأسه، فلما وصل إلى أنفه عطس، عطس آدم عليه السلام، فقالت الملائكة، والملائكة تنظر ومجتمعة لليوم المهيب، الاحتفال الرهيب، الملائكة جالسة تنظر ما الذي يحدث وما الذي سيحصل، فقالت الملائكة: يا آدم، قالت له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله عز وجل لآدم: يرحمك ربك، يرحمك ربك. فلما وصلت الروح لا زالت الآن في رأسه، فإذا بآدم عليه السلام ينظر إلى ثمار الجنة ويشتهي ثمار الجنة، إنه آدم أبونا أبو البشر. فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه، عجلان إلى ثمار الجنة، فأراد أن يثب يقفز ليصل إلى أي شيء، إلى ثمار الجنة، اشتهى ثمار الجنة. خلق الإنسان من عجل. نعم، كان عجلان آدم عليه السلام أبونا أبو البشر، أراد أن يسبق إلى ثمار الجنة ليأكل منها. فلما نفخ فيه الروح قال الله عز وجل: يا آدم، يا آدم، اذهب إلى هؤلاء النفر، أي إلى الملائكة، فقل لهم: السلام عليكم، فانظر ماذا يقولون لك. فمشى آدم إلى أين؟ إلى خلق عظيم، الملائكة، وقد خلقت الملائكة من نور، أما الجن فقد خلقوا من نار، أما آدم فقد خلق مما وصف لنا من تراب ثم من طين. فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال لهم: السلام عليكم. فقالت الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الملائكة بدأت تأنس، تأنس بهذا المخلوق الجديد الذي فزعت منه، إنه الآن يسلم عليها. فزادته الملائكة، قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادته بالسلام والدعاء. فقال الله عز وجل: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء الله عز وجل بآدم فمسح على ظهره، فإذا بذريته كلها تسقط من ظهره. الله أكبر، كل ذرية آدم عليه السلام، من آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا الآن، نحن الآن نعيش كما يقولون في زمن فيه السكان، سكان الأرض أكثر من 6 مليارات، 6 آلاف مليون، وفي كل لحظة
يولد أناس ويموتون. تخيلوا من آدم إلى أن تقوم الساعة كم عدد الذرية، وإذا بآدم ينظر إليهم ويقول الله عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. يقول الصحابة يا رسول الله يعني لما العمل إذن؟ قال اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إن عملت بعمل أهل الجنة يسرك الله عز وجل لليسرى، وإن عملت بعمل أهل النار يسرك الله عز وجل للعسرى. ثم خاطب الله عز وجل ذرية آدم قال لهم ألست بربكم؟ الآن بدأت الفطرة، لا تقول يا عبد الله لا أعلم أين ربي ومن ربي، أقول لك في قلب كل إنسان خلقه الله عز وجل فطرة، فطرة أن له خالق معبود بحق جل وعلا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلقك يا عبد الله. فقالت الذرية كلها قبل أن يخلقها الله عز وجل سقطت من ظهر آدم، قالت الذرية بلى شهدنا يا رب، شهدنا أنك خالقنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا بالذرية كلها ذرية آدم ونحن منها يا عباد الله نشهد في الأزل أن الله عز وجل ربنا، أن الله عز وجل خالقنا، ولا عذر لإنسان أن يقول لا أعلم أن الله عز وجل خالقي. وأمرهم الله عز وجل بالسجود، فما إن رأت الملائكة آدم نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك، إلا إذا بالملائكة كلهم يخرون سجدا تكريما وتشريفا لهذا المخلوق العظيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن بين الملائكة إذا بمخلوق غريب بينهم لم يسجد، ظل قائما، ظل واقفا. من هذا الذي يتجرأ على ربه؟ من هذا الذي يتكبر على أمر الله عز وجل؟ تعرفون من؟ إنه إبليس عليه لعنة الله. إنه ليس من الملائكة بل من الجن، من مادة خبيثة وصار طبعه خبيث، فإذا به يتكبر وإذا به يتجبر وإذا به يحسد هذا المخلوق الجديد، ينظر حوله أيها الخبيث اسجد، أيها الخبيث تتكبر على أمر الله عز وجل اسجد كما سجدت الملائكة. الملائكة أعظم منك خلقا وأعظم منك قدرة، ومع هذا سجدت طاعة لله عز وجل، أما أنت فظل قائما، ظل واقفا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فسأله الرب جل وعلا وهو أعلم به قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ لم لم تسجد يا إبليس؟ انظروا إلى رد الخبيث، قال لم أكن لأسجد لبشر، لست أنا الذي أسجد لبشر، أنا أعظم وأنا أعلى وأنا أكبر أن أسجد لبشر. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أرأيتم الكبر وماذا يصنع بأهله؟ إن كثيرا من الناس اليوم والعياذ بالله يتكبر على أمر الله عز وجل، يرد شرع الله، يرد حكم الله، يرد أمر الله عز وجل، لا شهوة وخطأ وزللا بل كبرا وعنادا. وأول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء الكبر الذي تكبر به إبليس فرد أمر الله عز وجل، ولهذا الجنة لا يدخلها رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن المتكبرين جزاؤهم جهنم والعياذ بالله. فرد الله عز وجل على إبليس قال فاخرج منها فإنك رجيم.
أخرجه الله عز وجل من هذا الملكوت الأعلى، أخرجه الله جل وعلا من الجنة، أخرجه الله عز وجل من التكريم ومن التشريف، لا يستحق متكبر أن يظل في هذا المكان. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. سوف تلازمك اللعنة يا إبليس إلى يوم القيامة، أنت ملعون، أنت مطرود من رحمة الله عز وجل. تخيلوا يا عباد الله، أمر واحد رده إبليس فطرد من رحمة الله عز وجل، لعن بأمر الله عز وجل، كيف بالذي يرد شرع الله عز وجل كله؟ كيف بالذي يرد الأوامر أمرا بعد آخر، يرد الأحكام، يرد الشرائع كلها كبرا وعنادا وغرورا؟ أنا لا أستجيب لهذا الأمر، أنا أعلى وأنا أكبر وأنا أفضل من أن أفعل هذا. هذا والعياذ بالله، هذه نفخات إبليس، كأنهم بشر، كأنهم شياطين في صورة بشر والعياذ بالله. كم وكم من المتكبرين اليوم على أمر الله عز وجل وعلى شرعه. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وآدم عليه السلام لم يكن إنسانا جاهلا كما يصف الناس وبعض المتعالمين في هذا الزمن، ممن يقولون أن الإنسان خلق جاهلا وبدأ يتعلم شيئا فشيئا، والإنسان الأول كما يقولون والبدائي لا يعرف شيئا من الدنيا، لا يعرف حتى التخاطب، ولا يعرف حتى التفاهم، لا يعرف كيف يأكل وماذا يلبس. كان الناس عراة أول ما خلقوا، ثم بدأوا يتطورون ويتعلمون شيئا فشيئا. هؤلاء حقا هم الجاهلون، هم الأغبياء، لو قرأوا شرع الله عز وجل لعلموا أن آدم عليه السلام كان عالما، بل كان يعلم أمورا لا تعلمها الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: علم الله عز وجل آدم أسماء الذوات، كل شيء والأفعال مكبرها ومصغرها، أسماء كل شيء علم الله عز وجل آدم عليه السلام. بل إن آدم عليه السلام كان يلبس اللباس، وآدم عليه السلام لم يكن كما يصفه الناس اليوم إنسانا بدائيا لا يعرف اللباس ولا التخاطب ولا التحدث ولا يعرف شيئا من أمور الدنيا، بل تعلم كل شيء علمه الله عز وجل. ولكن بعض الناس وجدوا في بعض البلاد وبعض البقاع في الأرض، ابتعدوا وانفصلوا عن البشرية، وعاشوا في بعض البوادي أو بعض الغابات أو بعض الصحاري أو بعض الأماكن، فنسوا وجهلوا أمورا كثيرة ورجعوا إلى جهالتهم وبدائيتهم كما يقولون. أما آدم فقد كان عالما. لما طرد إبليس ولما منع إبليس من الملكوت الأعلى، ازداد الحقد في قلبه وازداد الغرور ودب الكبر وانتشر في قلبه وازداد. فإذا بإبليس عليه لعنة الله يقول لله عز وجل، انظروا ماذا طلب. هل طلب المغفرة؟ هل طلب العفو والصفح؟ إبليس عليه لعنة الله عز وجل أراد أمرا آخر، انظروا ماذا طلب. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. يا رب أخرني، لا تقتلني الآن، لا تزهق نفسي الآن يا رب، أريد أن أمكث إلى يوم البعث، ليس النفخة الأولى بل النفخة الثانية. انظر إلى الخبيث، يؤمن بيوم البعث، يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بربه، يؤمن بالجنة والنار، ومع هذا تكبر على أمر الله عز وجل فصار ملعونا كافرا. قال الله عز وجل وقد استجاب لهذا الكافر: قال إنك من المنظرين، سوف أؤخرك وسوف أمهلك، لكن ماذا تريد يا إبليس؟ تريد أن تستغفر؟ تريد أن تظل ساجدا لله ربما يتوب عليك؟ لا. قال: فبما أغويتني. أعوذ بالله، هل الله عز وجل هو الذي أغواك؟ أنت الذي غويت، أنت السبب. ولكن الخبيث ينسب الغواية إلى الله عز وجل، ما يريد
أن يصيبها لنفسه هذا الخبيث. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والغريب أنه يعترف أن صراط الله عز وجل مستقيم، يعترف بكل شيء ومع هذا يتكبر. لماذا تريد أن تقعد لهم في الصراط؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم أمامهم، خلفهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم. ما الذي بقي؟ بقي من فوقهم. لما لم يقل من فوقهم؟ لأنه يعلم أن الله فوقهم. أيضا يخاف من ربه، ولكنه الكبر، قاتل الله الكبر، ماذا يصنع بأهله؟ فرد الله عز وجل على إبليس، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اذهب يا إبليس، افعل ما تفعل، فأنت وأتباعك وأنت وحزبك في جهنم. انظروا ماذا يصنع للناس اليوم، يأتيهم بالتزيين، يزين لهم المعاصي وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يأتيهم بالتخويف فيخوف الناس من الجهاد، يخوف الناس من الفقر، يخوف الناس من أشياء كثيرة، يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يأتي إلى البشر بالوسواس فيوسوس لهم ويحبب لهم المعاصي ويكره لهم الطاعات ويضحك عليهم ويزين لهم الشهوات ويلبس عليهم بالشبهات. والله عز وجل يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الخيل هم الفرسان، والرجل هم المشاة الذين يمشون. كأن إبليس معه جيش من المشاة ومن الركبان، جيش كامل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما آدم عليه السلام فإن الله عز وجل قد أسكنه الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأخذ آدم يتلذذ بأنهار الجنة وثمارها وظلالها، وكلما اشتهت نفسه قد حصل عليه في الجنة. وإذا به يوم من الأيام قد استوحش آدم عليه السلام، استوحش في الجنة ألا أنيس معه، ألا جليس معه. والإنسان لو كان في أي مكان على وجه الأرض، لو كان يسكن قصرا، لو كان يجلس على أفضل الأثاث، بل لو كان في الجنة، فإنه يتعذب إن كان لوحده. الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب الألفة، يحب الصحبة، يحب المجالسة، يحب اللقاء بالناس. فإذا بآدم يستوحش عليه السلام فينام نومة، فيستيقظ من نومه فإذا به يرى عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله عز وجل من ضلع. فسألها آدم، قال: من أنت؟ سبحان الله، من أنت؟ فقالت المرأة، قالت: أنا امرأة. فقال آدم، أول مرة ينظر، ما معنى امرأة؟ وآدم عليه السلام علمه الله كل شيء. فقال لها: ولم خلقت؟ لما خلقك الله عز وجل؟ فقالت: لتسكن إلي، ما خلق الله عز وجل المرأة إلا ليسكن إليها الرجل، رجل وامرأة. فقالت الملائكة، تريد أن تختبر آدم عليه السلام الآن، قالت له: يا آدم، ما اسمها؟ تريد أن تنظر هل حقا يعلم الأسماء كلها. قالت له: يا آدم، ما اسم هذه المرأة؟ فقال لهم: إنها حواء، إنها حواء. فقالت الملائكة: لما كانت حواء يا آدم؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. يا أيها الناس
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كل البشرية كل سكان الأرض طوال كل تلك الدهور كلهم من أبناء آدم وحواء عليهم السلام ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين كل شيء يا آدم حلال كل شيء في الجنة مباح إلا هذه الشجرة لا تقرباها لم يقل الرب جل وعلا لا تأكل منها قال لا تقربا هذه الشجرة فقط القرب إياكم والقرب لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها ولهذا قال الرب جل وعلا ولا تقربوا الزنا قال لا تقربوا لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها ولهذا الرب جل وعلا يقول لهم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ونبه الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء نبههما من شر إبليس ويا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فإذا بآدم يتنعم هو وحواء في جنة عرضها السماوات والأرض آدم في أحسن صورة يلبسان أجمل لباس هو وحواء يتمتعان بثمار الجنة وأنهارها ولكن الشيطان الخبيث يتربص بهما ما شأنك وشأنهما يا إبليس اتركهما يتنعمان في الجنة لا يريد هذا يريد أن يخرجهما من الجنة كما خرج هو بنفسه منها فبدأ يوسوس لآدم عليه السلام وقال يا آدم أتريد أن تخلد في هذه الجنة؟ قال نعم والإنسان بطبيعته يحب الخلود يحب أن يبقى خالدا مخلدا في النعيم قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ تريد شجرة بسببها تكون خالدا في هذه الجنة وملك لا يبلى تريد أن تصير ملكا لملك لا يبلى ولا يفنى أبدا فوسوس لهما الشيطان ولك أن تتصور كم يوم وكم شهر وكم سنة وإبليس يوسوس لآدم وحواء وهما يصدان عنه وهما يبتعدان عنه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما انظروا إلى الخبيث ماذا يقول وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين آدم عليه السلام لم يأبه به وكذلك حواء لم يصدقانه رجل كذاب عدو لنا هل يمكن يوم من الأيام أن يكون ناصحا لنا فلم يأبه به ولا زال يوسوس ولا زال يزين ولا زال ينفخ ولا زال ينفث ولا زال ينزغ ولا زال بهما هكذا حتى جاء اليوم الذي بدأ إبليس يقسم برب العزة أنه لهما من الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين لم يظن آدم عليه السلام أن مخلوقا من المخلوقات يمكن له أن يقسم بالله عز وجل كاذبا مستحيل أن يقسم أحد من المخلوقات بالله العظيم كاذبا لا يمكن ولهذا استغل إبليس هذه الفرصة فإذا به يقسم ويحلف أنه صادق وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور ويمشيان لا لا لن أكل ويقتربان ويوسوس ويزين ويقرب فإذا بحواء تأكل أولا ثم يأكل آدم عليه السلام يأكلان من الشجرة فأكلا منها فدلاهما بغرور
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فإذا بآدم ينظر إلى سوءة حواء، وحواء تنظر إلى سوءة آدم، والحياء قد أخذهما، والإنسان مفطور على الحياء، مجبور على الحياء. وإذا بآدم ينزع أوراق الأشجار يستر عورته، وكذلك حواء تنزع أوراق الأشجار لتستر عورتها. ويركض آدم عليه السلام يريد أن يختبئ، يريد أن يختفي، يريد أن يختفي ويختبئ من عين الله عز وجل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وإذا بآدم يركض عليه السلام ويقطع أوراق الأشجار ويستر عورته، وإذا بالأشجار تتعلق برجليه، الأغصان تتعلق وتمسك برجلي آدم عليه السلام، وهو ينزعها ويهرب وينزعها ويهرب. فناداه الله عز وجل، قال: يا آدم أفرارا مني يا آدم؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم عليه السلام: لا يا رب، لا يا رب، ولكن استحييت منك سيدي. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أخبركما يا آدم؟ ألم أقل لك يا حواء؟ ألم أقل لكما أن الشيطان لكما عدو؟ لا تظنوا أن الشيطان ينصح لكم، وأن الشيطان يصدقكم، وأن الشيطان صادق معكم أبدا. إنه العدو الأول، العدو الأول والأخير، وهو الذي يجتمع بجنده وحزبه في جهنم، فيقول لكم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وإذا بآدم عليه السلام يظل يبكي ويبكي، فيأتي جبريل فينزع عن رأسه التاج، ويأتي ميكائيل فينزع الإكليل عن جبينه، فيظن آدم عليه السلام أنه قد عوجل بالعقوبة، عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه وهو يبكي ويقول: العفو، العفو يا ربي، العفو يا ربي. فقال آدم: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال الله عز وجل: بلى. قال: يا ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله عز وجل: بلى. قال آدم: وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك. قال الله عز وجل: بلى. قال آدم: وكتبت علي أن أعمل هذا؟ ألم تكتب علي أن أعمل هذا؟ قال الله عز وجل: بلى. قال آدم عليه السلام: ربي أفرأيت إن أنا تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب الله عز وجل على آدم وعلى حواء. تعرفون لما تاب الله عز وجل عليهما؟ لأن آدم عليه السلام ندم واعترف بالذنب واستغفر الله عز وجل وأناب إلى الله. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولعل الواحد منا يقول: لما أذنب آدم وتاب؟ أراد الله عز وجل أن يعلم بني آدم أن كل بني آدم خطاء، وأن الخطأ إذا وقع من آدم عليه السلام وهو النبي الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وشرفه وكرمه وجعله أول البشرية، إذا كان آدم عليه السلام أخطأ فالناس من بعده من باب أولى، كل بني آدم خطاء. لكن ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع أبونا عليه السلام، نفر إلى الله عز وجل، نستغفر الله جل وعلا، نعترف بالذنب والمعصية. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا بد من الاعتراف بالذنب، لا بد من الندم، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. لا تقول: أنا
أخطأت، والله عز وجل غفار. نعم، غفار لمن؟ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب الله عز وجل على آدم، ولكن إن للمعصية ضررا، فإذا بآدم عليه السلام يهبطه الله عز وجل، هو وحواء وإبليس، أهبط الله عز وجل الثلاثة من الجنة إلى الأرض. إنها مرحلة أخرى، إنها بداية الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلا لمن أطاع ربه، إلا من عبد الله عز وجل فله السعادة في الدنيا والآخرة. أهبط الثلاثة في يوم الجمعة، إنه اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام، واليوم الذي أهبط فيه من الجنة، واليوم الذي تقوم فيه الساعة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آدم عليه السلام ينزل إلى الجنة، قيل أنه أنزل في الهند، قيل الله أعلم بهذا الخبر، وأن حواء قد أنزلت في مكة، وإنهما تعارفا في عرفات، والعلم عند الله عز وجل. المهم أنه أنزل إلى الدنيا هو حواء، وبدأت الذرية تتكاثر، فقد كان آدم يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر، وكانت حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى، ولا يتزوج الذكر بالأنثى في نفس البطن، إنما يتزوج من أنثى في بطن آخر، والأنثى تتزوج ذكرا من بطن آخر. وبدأ الثلاثة في الأرض ليبدأ الصراع، آدم وحواء، ينزل الله عز وجل عليهم رسالة ودين ووحي وذكر وشرع يعبدون الله عز وجل به، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة هم، معيشة غم، ونحشره يوم القيامة أعمى. يا آدم أنت وحواء ومن يولد من ذريتكما، لابد أن يطيع شرع الله عز وجل ويتبع شرع الله جل وعلا، أما الذي يعرض عن شرع الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. وبدأت الذرية تتكاثر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى جاء اليوم الذي ولد لآدم عليه السلام ابن سماه قابيل، ومن بطن آخر ابن سماه هابيل. وأراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل الذي من نفس البطن، فاعترض قابيل، وأراد أن يتزوج أخته من نفس البطن، هذا لا يجوز يا قابيل. فلما أراد هابيل أن يتزوجها منعه قابيل، فقال آدم عليه السلام ينصحهما بعد الخلاف، قال قرب قربانا، فمن تقبل منه القربان يتزوج هذه. فإذا بهابيل وكان صاحب غنم، قدم أحسن جذعة سمينة، أحسن أغنامه قدمها لله عز وجل، انظر التقرب إلى الله جل وعلا. أما قابيل كان زراعا، لم يقدم إلا أردأ وأسوأ أنواع زراعته، قدمها لله عز وجل. وإذا بهما ينتظران، فجاءت نار من السماء فأخذت قربان هابيل ولم تأخذ قربان قابيل، فازداد حقده وازداد شره، وبدأ الحسد يدب في قلبه. انظر، كل المعاصي سببها كبر وحسد، كبر كما حصل لإبليس، وحسد أيضا لإبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا حصل لقابيل، دب في قلبه الحسد، والشيطان موجود بينهما. فإذا بقابيل ازداد حقده وازداد شره، حتى خلا يوم من الأيام بهابيل، فأخذ صخرة كبيرة وأراد أن يقتل بها هابيل، ولم يوجد على وجه الأرض رجل ميت، لم يمت إنسان إلى الآن، ولم يقتل بشر إلى الآن، الأرض كلها إلى الآن لم تشهد موت إنسان واحد. فإذا بقابيل يقترب من هابيل ليقتله، قال هابيل يرد عليه، قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فإذا بقابيل لم يأبه بهذه النصيحة، فرفع الصخرة
وفضخ بها رأس أخيه فسقط على الأرض، فإذا به لا حراك، فإذا به لا يتحرك ولا يتكلم. مات من؟ مات هابيل. لأول مرة يرى قابيل رجلا ميتا على الأرض. ومن هو؟ إنه أخوه هابيل. ماذا يصنع له؟ لا يدري. ماذا يفعل به؟ لا يعلم، لا يعلم ماذا يفعل. يريد أن يخفي جثته؟ لا يعرف كيف. هل يقطعها؟ هل يحرقها؟ ماذا يصنع؟ فأرسل الله عز وجل طيرا، غراب، يتصارع مع غراب آخر، فقتل أحدهما الآخر. فجاء الغراب وحفر برجليه الأرض، فوضع الغراب الميت في الحفرة وردم الحفرة ودفنها. فإذا بقابيل يبكي، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثم دفن قابيل أخاه هابيل، ولكنه كما يقال فقط ندم. هل تاب إلى الله؟ العلم عند الله عز وجل. تكاثرت ذرية آدم، وكان من أولاد آدم عليه السلام شيث الذي أعطاه الوصية بعده. ظل آدم كما يقولون يعيش في الأرض 1000 عام، ورأى من ذريته الكثير الكثير من أبنائه وأبناء أبنائه، حتى جاء اليوم الذي احتضر فيه آدم عليه السلام، إذا به تقرب وفاته. فقال لأبنائه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له من ثمار الجنة، فاستقبلتهم الملائكة، وآدم الآن يحتضر عليه السلام. فقالت لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد أن نأتي بالثمار لأبينا. فقالت لهم الملائكة: ارجعوا ارجعوا. وكان عند الملائكة الأكفان والحنوط. قالت: ارجعوا، فقد قضى أبوكم، قضى أبوكم أول البشر، أول الأنبياء، أول من خلق وكان في الجنة فنزل، قد قضى أبوكم. فجاءت الملائكة يعلمون الآن أبناءه ماذا يصنعون. فقبضوا روحه، ثم غسلوه، ثم كفنوه، ثم حنطوه، ثم حفروا له ولحدوه، ثم صلت الملائكة عليه، ثم أدخلوه قبره، ثم وضعوه في القبر وحثوا عليه التراب، وقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم، هذه طريقتكم. يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نبي الله نوح عليه السلام، أول رسول على وجه الأرض، جاء بشرع جديد، جاء بدين جديد، لأن الدين قد ضاع، لأن التوحيد قد فني في الناس. فأرسل الله عز وجل رسولا، أول رسول، إنه نوح، يصل نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام. نوح عليه السلام بعث في قومه، فإذا به يأتيهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم اعبدوا الله عز وجل، أنا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، أخاف عليكم أن يهلككم الرب جل وعلا. انظروا الأسلوب. وكل الأنبياء وكل الرسل بعثه الله عز وجل أولا للتوحيد، أولا بعثها الله عز وجل لأن يوحدوا الله جل وعلا، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فإذا بالملأ، من الملأ؟ الملأ كبار الناس، قادتهم، علية القوم، أهل الطبقة العالية، ردوا على نوح عليه السلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا
وقالوا له أيضا إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا رد عليه نوح عليه السلام؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر يقولون نراك في ضلالة وهو لا يرد عليهم بنفس الأسلوب، يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انظروا إلى صبر الأنبياء على أقوامهم، انظروا إلى ردهم الحسن. ثم نظروا إلى نوح عليه السلام وقالوا له يعني يا نوح من الذي يتبعك؟ لا نراك يتبعك إلا أراذل الناس، أحقر الناس، الفقراء المساكين، أما نحن فنحن علية القوم، نحن كبار الناس، هل نتبع هؤلاء؟ إذا أردتنا أن نتبعك يا نوح فاطرد هؤلاء الفقراء، اطرد هؤلاء المساكين، اطرد هؤلاء الناس، ربما نجلس إليك ونستمع لك. فإذا بهم يقولون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انظروا يحتقرون من أصحاب نوح عليه السلام، يريدون أن يحتقروا أصحابه ليبعدوه عنهم، ولكن نوح عليه السلام يرد عليهم بكل ثقة، يقول لهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أي أرأيتم إن كنتم أنتم الجاهلون لا تفهمون هذا الدين ولا تفهمون هذا الوحي أنلزمكموها، أنجبركم على الاتباع، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أما أنا يا قوم فلا أطلب منكم يا علية القوم لا مال ولا وظيفة ولا جاه ولا منصب ولا ذهب ولا فضة، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء كانت تعمل لله عز وجل، ما كانت تبتغي بدعوتها الأموال ولا الجاه ولا النساء ولا الفضة ولا المناصب ولا الرئاسة أبدا، ما كانوا يريدون إلا وجه الله عز وجل. يتعلم الدعاء أنهم لا يطلبون شيئا في دعوتهم من الناس. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أما هؤلاء الفقراء، أما هؤلاء المساكين الذين تتكلمون عليهم، أتباع الأنبياء أتباع الرسل أغلبهم هكذا، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه من اتبعه، قال أبو سفيان ضعفاء الناس وفقراؤهم، قال هرقل هكذا أتباع الأنبياء، هكذا أتباع الأنبياء. فقال نوح عليه السلام لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم إن طردتهم القضية بيني وبين الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف أطرد عبادا لله؟ كيف أمنع أولياء لله عز وجل ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين؟ من يتجرأ على أن يعتدي على ولي لله عز وجل؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. نوح عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله عز وجل، ولا زال يصبر عليهم، ولا زال يجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن مع هذا القوم يصرون في عنادهم وكفرهم وضلالهم. يقول لهم انظروا الأسلوب كيف يخاطبهم نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا. انظروا كيف يحببهم إلى طاعة الله عز وجل، إلى عبادته. إذا عبدتم الله واستغفرتم الله يرسل إليكم المطر، وينبت لكم النبات والغيث، ويخرج لكم الخيرات إذا فقط أطعتم الله عز وجل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أتعرف كم سنة ظل نوح عليه السلام وهو يدعوهم وهم يصدون، يدعوهم وهم يمتنعون؟ ظل على هذه الحال 1000 سنة إلا 50 عاما. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أتعرف كيف كان يردون عليه؟ كان كلما دعاهم إلى الله عز وجل استغشوا ثيابهم، وضعوا الثياب على الرؤوس، أول شيء وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعونه، فإذا تكلم حتى لا يرونه أيضا فيؤثر عليهم، يضعون الثياب على الأعين حتى لا يرون ولا يسمعون. وتخيلوا صورهم ومناظرهم إذا مروا على نوح عليه السلام، وضعوا الأصابع في الآذان والثياب على الأعين حتى لا يرونه ولا يسمعونه كالمجانين. أي والله، أي نفسية يتعاملون فيها مع نبي الله نوح عليه السلام؟ أي نفسية هذه يتعاملون فيها مع أول رسول على وجه الأرض؟ ماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم فقط أن يستغفروا الله ويعبدوا الله جل وعلا. يردون عليه فيقولون له بعد أن دعاهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما الذي بقي؟ إذا كان الليل دعوة والنهار دعوة، أيها الدعاة، بعض الناس اليوم إذا دعا ساعة أو ساعتين مل وأيس، وإذا عمل له محاضرة واحدة في اليوم قال تعبنا خلاص، فقط تكلمنا مرة واحدة ونصحنا مرة واحدة. ونوح كان ليله دعوة ونهاره دعوة، فإذا جلس لوحده عبد الله عز وجل وتفرغ لعبادته. دعاهم في الليل ودعاهم بالنهار، دعاهم جهرا، دعاهم علنا، دعاهم سرا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان هناك ملك، ملك ظالم عندهم، وكانوا يتبعونه ويعبدون الأصنام اتباعا له، وإذا بهم كلما دعاهم نوح يتبعون من الذي يظن الناس أنه على حق ونوح عليه السلام على باطل. فقال نوح عليه السلام، قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا هذا الرجل الذي لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وصاروا يفرون من نوح عليه السلام، يصدون عنه ويمتنعون عن السماع له. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وأي أسلوب تركه نوح عليه السلام؟ نوع في الأساليب، اتخذ كل أسلوب، في الجهر وفي العلن وفي السر بينه وبين فلان، أمام الناس، في الملأ، يصرخ، ينادي، بالليل، بالنهار، كل الأساليب. ومع هذا بدأوا يحرضون الناس على نوح عليه السلام، فقالوا لا تذرن آلهتكم، إياكم أن تتركوا هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه التماثيل، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نوح عليه السلام يجادلهم فيردون على نوح عليه السلام، يقولون له، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لكن نوح عليه السلام بدأ يتحداهم من معه. تخيلوا 1000 سنة على هذه الحال، 1000 سنة إلا 50 عاما، من الذي آمن مع نوح؟ أكثر ما قيل أنه آمن معه 80
رجل وامرأة، وقيل 10 فقط، وما آمن معه إلا قليل. ووزع 80 على 950 عاما لتروا في كم سنة يسلم رجلا واحد. ومع هذا نوح يصبر، نوح لا يمل عليه السلام ولا يكل، وجاء إلى قومه يتحداهم بعد هذا: يا قوم، ماذا تريد يا نوح؟ يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. التجأت إلى الله عز وجل ولجأت إلى ربي جل وعلا: يا قوم، أنا توكلت على الله، ماذا تريد يا نوح؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. لا تؤخروني يا قوم، اقتلوني الآن، كيدوني جميعا، امكروا بي، لا تؤخروني ولا تنتظروني. ماذا تملك يا نوح؟ قومك كثيرون، قومك أقوياء، أتباعك ضعفاء قليلون، لا يملكون شيء. ماذا تملك يا نوح؟ أي سلاح عندك؟ إنه أعظم سلاح: فعلى الله توكلت. توكله على الله عز وجل هو أعظم وأكبر سلاح يملكه نوح عليه السلام. وبعد 950 عاما أو نحوها يوحي الرب جل وعلا إلى نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا تحزن يا نوح، الله عز وجل معك. انتهى وقفل باب الهداية، لن يهتدي من قومك أحد بعد اليوم، لن يؤمن أحد من قومك بعد اليوم. نوح عليه السلام الآن علم أنه لن يؤمن أحد من قومه، لكنه خاف أن يولد مولود فيظل على الكفر فيحترق بجهنم. وخاف نوح عليه السلام أن يضل قومه المؤمنون الضعفاء القليلون، فدعا نوح ربه وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. انظروا للدعاء: يا رب، لا تجعل أحدا في الأرض من ساكن الديار كافرا بالله عز وجل، اهلكه يا رب. هل هذه قسوة من نوح؟ لا، الأنبياء رحماء، الأنبياء يحبون الخير للناس، ولكن نوح عليه السلام انظروا السبب الذي جعله يدعو على قومه. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يا رب، إذا تركتهم يضل عبادك، أخاف على المؤمنين، على الثلة المؤمنة أن تضل. الهداية قفلت لكن الضلال لم يقفل، أيضا أخاف أن يولد لهم مولود فيبقى على الكفر ويظل كافرا فيدخل جهنم. يا رب، ليس هناك حل إلا أن تهلكهم جميعا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا استجاب الله عز وجل لنوح فأمره أن يصنع سفينة: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اصنع سفينة يا نوح، لكن إياك أن يأتي اليوم الذي تخاطبني فيه وتجادلني في الذين ظلموا والذين كفروا، لا تخاطبني فيهم ولا تجادلني فيهم، لأنهم مغرقون جميعا. وكان نوح يعيش في صحراء، يعيش في بادية، في البراري، جبال وصحراء، وإذا بنوح لا يعرف كيف يصنع السفينة، فأمره الرب جل وعلا أولا أن يزرع الأشجار، فزرع الأشجار وانتظرها حتى تنمو، حتى تكبر، ثم أوحى الله عز وجل له وعلمه كيف ينجرها، يقطع الأشجار وينجر الخشب. فإذا بنوح عليه السلام
ينجر الأخشاب وهو على رأس جبل، ويأتي القوم إليه فينظرون إليه يضحكون ويسخرون، ماذا يصنع نوح؟ لما ترك الدعوة إلى الله؟ لما كان يجادلنا؟ أما الآن فتوقف عن الجدال، توقف عن الدعوة، انقطع عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، والآن بدأ يزرع، الآن بدأ ينجر، ما باله يسخرون على نوح عليه السلام ويضحكون منه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فلما انتهى من نجر الأخشاب إذا به يعلمه الرب جل وعلا كيف يصنع السفينة. قيل ظل على هذه الحال سنين وسنين طويلة، فصنع سفينة عظيمة، يقول ابن عباس طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع. انظروا وتخيلوا حجم هذه السفينة، وكانت من 3 طبقات: طبقة السفلى للدواب والوحوش والحيوانات، الطبقة الوسطى للناس للبشر، أما الطبقة العليا للطيور. ثم جعل هذه السفينة مغطاة حتى لا يغرقها المطر، وكلما مر عليه قومه ومر عليه الناس أخذوا يسخرون من نوح عليه السلام. انظروا إليه، سفينة يصنعها في صحراء بعد أن كان يدعون إلى ربه إلى خالقه كما يزعم، الآن ترك الدعوة وصار نجارا ينجر ويصنع سفينة في صحراء. ألم نقل لكم إنه مجنون؟ ليس مجنونا فقط، بل مجنون وازدجر. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. انظروا للعزة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تخيلوا وهو يصنع السفينة والناس يضحكون، ويرد نوح عليه السلام عليهم، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يتحداهم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وظل على هذه الحال سنين طويلة حتى اكتملت السفينة والناس يسخرون والناس يتحدثون والناس يتناقلون أن هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله صار نجارا وصار يصنع سفينة، وازدادوا في غيهم وازدادوا في ضلالهم حتى جاء هذا اليوم الموعود. قال نوح عليه السلام لقومه المؤمنين، للضعفاء المستضعفين، للفقراء الذين سماهم قومهم أراذلنا بادي الرأي، يعني الذين لا يعرفون حتى الحديث ولا يعرفون حتى الكلام كما يزعمون: وإياك يا عبد الله أن تضعف إذا سخر الناس منك في هذا الزمن، إن قالوا لك مجنون، وإن وصفوك بالسحر، وإن قالوا لك إرهابي، وإن قالوا لك رجعي، فلك في الأنبياء والرسل سنة وأسوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر واقتدي بالأنبياء، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين وفقهم الله وهداهم الله فبهداه مقتده. إياك أن تهن إذا سخر منك الناس، كل الأنبياء سخر منهم أقوامهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قالوا مجنون يا نوح، مجنون وازدجر. فقال لقومه، والله عز وجل أخبره أن هناك علامة إذا حصلت يا نوح فاركب أنت والذين آمنوا ومن كل زوجين اثنين اركبوا في السفينة. أي علامة هذه يا نوح؟ إذا فار التنور الذي يوضع فيه الخبز الذي يشعل فيه النار، إذا رأيت الماء بدأ يفور في التنور مكان النار يخرج ماء، فاركب أنت والذين آمنوا وأهلك إلا من سبق عليه القول، اركبوا في السفينة، وكل حيوان ليركب منه زوجان الذكر والأنثى. وكيف يجمعهم نوح عليه السلام؟ كيف يجمع الحيوانات من أنحاء الأرض جميعا؟ إنها قدرة الله عز وجل. وتخيلوا في ذلك اليوم العظيم الحيوانات تركب في السفينة، الدواب، الحشرات، كل الحيوانات تركب في السفينة، الأليف منها والوحشي منها، والناس يتعجبون
والناس يتضاحكون والناس يسخرون. ما الذي حصل لنوح؟ يركب وتركب معه الحيوانات في سفينة على البر، على صحراء، بل قيل على جبل من الجبال، والناس يتضاحكون والناس يسخرون. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قليل، قيل 10، قيل 30، قيل 80، عشرات فقط. يركب أنت والذين آمنوا وكل الحيوانات من كل زوجين اثنين، لأن الحيوانات كلها سوف تموت، كلها سوف تغرق، فأنت بحاجة إلى من كل حيوان إلى ذكر وأنثى لتتناسل وتتكاثر مرة أخرى. والناس يضحكون والناس يسخرون. فإذا بنوح يقول لقومه وقال اركبوا فيها بسم الله، فلما صعد نوح عليه السلام والذين آمنوا قالوا الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فلما صعد نوح عليه السلام لم يركب معه أحد أبنائه، كنعان الذي يسمى يام لم يركب معه، أما زوجته الكافرة فقد ماتت قبل هذا. فلما ركب رفع يديه إلى الله عز وجل. الناس الآن متعجبين، ما بال نوح؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فرفع نوح عليه السلام يده إلى السماء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآن نصرك يا رب، أما أنا فقد غلبت. ففتحنا أبواب السماء، وانظر إلى اللفظ القرآني، ففتحنا أبواب السماء، ليس مطرا عادية، بل السماء فتحت كالأبواب، والماء ينهمر الماء انهمارا من السماء، والأرض تتفجر، والناس يركضون والناس يصيحون، يصعدون على سطوح البيوت، ولكن الماء بدأ يصل إليهم، يسبحون إلى الجبال، يصعدون إليها، يركبون إلى رؤوس الجبال، الأم تحمل أطفالها، والشيوخ يركضون، ومنهم من لا يدرك الوصول إلى الجبال فيغرق، ومنهم من يصيح حول عظيم وكرب كبير. ففتحنا أبواب السماء، أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وإذا الماء يصل إلى السفينة فترتفع السفينة، والموج عظيم، الموج كالجبال، وهي تجري بهم. ولكم من تتصوروا صفة الأمواج التي هي كالجبال، وتتخيل الناس يصيحون ويغرقون، والطوفان يلتقي ماء من السماء مع ماء من الأرض، تتفجر الأرض عيونا، وينزل الماء من السماء منهمر، والماء يلتقي من السماء ويلتقي بالأرض، والناس يغرقون ويصيحون. وهي تجري بهم في موج كالجبال. فإذا بنوح عليه السلام يصبر قومه، يصبر المؤمنين، يبحث، فإذا به لم يجد أحد أبنائه. أين يام؟ أين ابني؟ ليس موجود بيننا. أين أخوكم؟ أين فلان؟ إنه غير موجود. ينظر في السفينة إلى الأسفل، يبحث عنه بين الناس، فيرى ابنه من بعيد. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. وانظروا للفظ القرآني، ابنه، يا بني، يا بني، انظروا هذه اللفظة تدل على مشاعر الأبوة. ابنه، فلذة كبده. ظن نوح عليه السلام أنه في معزل، أي اعتزل الكفار، وأنه آمن بالله،
وربما يكون مؤمنا لكنه أخفى إيمانه، وربما لم يكن من الكافرين، ظن هذا الظن ربما نوح عليه السلام. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا، تعال يا بني أعطني يدك، تعلق بالحبال يا بني، تقدم يا بني، تعال إلى السفينة، يخاف على ابنه من الغرق. يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. لكنها الغطرسح، لكنه الكبر، لكنه العناد والعياذ بالله. قال سآوي إلى جبل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مساكين، مساكين أهل الدنيا يظنون عذاب الله عز وجل يقدرون عليه، يظنون أنهم يستطيعون على جند الرحمن إذا نزلت، يظنون أنهم يقدرون على عذاب الله عز وجل إذا نزل. سآوي إلى جبل، انظروا إيوائه ليس إلى الله، ليس إلى خالقه، ليس إلى ربي، حتى في أصعب اللحظات، حتى في أحنك الظروف يلجأ إلى من؟ إلى الجبل. يقول سوف أرقى على الجبل ليعصمني، ليحفظني من الماء. قال سآوي إلى جبل، إلى جبل يعصمني من الماء. ومع هذا لا زال قلب نوح، نوح عليه السلام قلبه على ابنه، ربما يكون مؤمنا، ربما يرحمه الرب جل وعلا، ربما يتوب الله عز وجل عليه، ربما 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 فيناديه. قال لا عاصم اليوم. إيه، ينظر إلى ابنه يغرق، ينظر إلى ابنه تلفظه المياه، ينظر إلى ابنه تتلاطمه الأمواج، أمواج كالجبال. يعلم نوح عليه السلام أن هذا الماء ليس كماء في أيام عادية، هذا عذاب من الله عز وجل نزل، هذا طوفان سوف يعم الأرض جميعا، هذا جندي من جنود الله عز وجل. قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا بابنه يلفظه الماء ويغرق مع الناس، فيختفي صوته وتذهب صورته ويختفي من أمام عينيه. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا إله إلا الله، غرق ابنه، غرق أمامه. إن الأب مهما كان فإنه يعطف على أبنائه، يريد لهم الخير، يريد هدايتهم. أتعلمون أن بعض الآباء والعياذ بالله حتى الخير لا يريده لأبنائه، لا يريد أن ينقذهم من نار جهنم، وباب التوبة مفتوح وباب الهداية مفتوح، ومع هذا إذا صلى لا يريد لهم أن يصلوا، بل يأتيهم بأنواع المفسدات والملهيات والشهوات فيشتريها بماله ليأتي بها إلى بيته. لا رقابه ولا أمر بالمعروف ولا تربية حسنة ولا إصلاح في البيوت والعياذ بالله. بعض الآباء نزعت من قلبها الرحمة، لا يرحم أبناءه ولا يرحم أطفاله، لا يخاف عليهم من عذاب جهنم ومن عذاب النار. أما نوح عليه السلام فقد خاف على ابنه، فقال له يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. وتخيلوا الماء يرتفع على البيوت، ومنهم من يسبح ومنهم من يغرق، وتخيلوا الأمهات والآباء يحملون أطفالهم إلى الجبال، تخيلوا المنظر، والناس يركضون ويصعدون إلى رؤوس الجبال يريدون النجاة، والماء ينزل من السماء ماء منهمر، يتساقط الماء عليهم، الماء المنهمر، والناس يركضون إلى رؤوس الجبال، والماء يصعد، والماء ليرقى، والأمواج كالجبال. فإذا بالماء، يقول العلماء، صعد على أعلى رأس جبل على وجه الأرض. وما هو أعلى جبل على رأس الأرض؟ ارتفع عنه الماء 15 ذراعا، ثم غرق أهل الأرض جميعا وهدأت الأصوات، لم تبق على وجه الأرض إلا سفينة فيها الأحياء، فيها الناس
ليس هناك بشر إلا الذين على السفينة، حملناه على ذات ألواح ودسر مسامير، أناس مؤمنون رأوا بعيونهم كيف أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا. استجاب الله لدعاء نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فلم يبق فيهم ديارا. يقولون ظل نوح في السفينة وهو الحيوانات والمؤمنون، ظل في السفينة 6 شهور، بعض أهل العلم يقول 6 شهور، أكثر أقل العلم عند الله. فأرسل نوح عليه السلام حمامة لينظر هل تجلس أو تقع على أرض يابس، فرجعت الحمامة ونظر إلى رجلها ليس هناك أثر، ثم بعد فترة أرسلها، فجاءت الحمامة بشيء من زيتون، من شجرة زيتون، فعلم نوح عليه السلام أن الماء بدأ يتناقص. ثم بعد فترة أرسلها فرجعت فإذا في رجلها طين، فعلم أن الماء قد نزل وأن هناك يابسة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، توقف المطر والأرض ابتلعت ماءها، لم تشرب بل ابتلعت بسرعة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، جبل، جبل بين دجلة والفرات، استوت عليه السفينة فرست وبدأ الناس ينزلون. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه اللحظات لما استوت السفينة وعلم نوح أن الله أهلك أهل الأرض جميعا، دعا نوح عليه السلام ربه جل وعلا، دعا، لا زال يظن أن ابنه ربما يكون فيه شيء من الإيمان، فيه شيء من التوبة، ربما يكون مؤمنا قد أخفى إيمانه، كتم إيمانه لأنه رآه في معزل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لا أعترض على أمرك يا رب، وعدك الحق، أنت الذي وعدتني أن تنجي أهلي، هذا وعدك يا رب، وأنت أحكم الحاكمين، حكمك هو الذي يمضي على الناس وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عز وجل على نوح عليه السلام فقال له يا نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تتقطع الروابط وتنفصل الآثار ولا تبقى الأنساب، تتقطع كلها إذا اختلف الدين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذا بنوح عليه السلام يظل يبكي ويبكي سنين طويلة على هذا الطلب، كيف طلب من ربه أن يعفو عن ابنه الذي كان كافرا، كيف طلب له منه جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. ربما كان يظن نوح عليه السلام أنه كان مؤمنا لأنه رآه في معزل، ولهذا لم يكن طلبه فيه شيء من المعصية، ولكنه كيف يطلب هذا الطلب والله عز وجل هو الذي حكم أن يغرق ابنه مع الغارقين. قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك يا نوح، هذا ممن سبق عليه القول من الكفار، مثل زوجتك التي كفرت، هذا ابنك الذي كفر. ولا ينفع يا عباد الله، لا ينفع أن يقول الرجل أنا أخي صالح أو زوجي صالح أو أبي صالح أو ابني صالح، لا يغني عنك يا عبد الله يوم القيامة إلا عملك الصالح. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. فبكى نوح عليه السلام ورفع يديه إلى الله عز وجل وقال، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل يا نوح أنت والذين آمنوا انزلوا، انزلوا من السفينة إلى اليابسة، ليس في الأرض إلا الموحدون، ليس على الأرض إلا المؤمنون، إلا
الموحدون لله عز وجل، أهلك الله عز وجل المشركين جميعا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإذا بنوح عليه السلام ينزل عند جبل الجودي بين دجلة والفرات، هو والذين آمنوا، وظل نوح عليه السلام سنوات في قومه، لم يبقى في الناس إلا ذرية نوح عليه السلام، كل من معه من المؤمنين لم يلدوا بعد الطوفان، لم يلد إلا نوح عليه السلام وذريته التي ولد لها، وجعل الله عز وجل ذرية نوح هم الباقين، كما قال جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. وظل نوح عليه السلام بعد 1000 عام إلا 50 قبل الطوفان، ثم ما شاء الله عز وجل بعد الطوفان يعلم قومه ويذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويخبرهم بما أمر الله عز وجل عليهم وأمرهم الله عز وجل به، حتى جاءت ساعة وفاته، وفاة نوح عليه السلام. فإذا به يحدث ابنه قبل الوفاة، قال: يا بني إني قاص عليك وصيح، إني قاص عليك وصيح، آمرك بلا إله إلا الله. انظروا إلى قلب نوح عليه السلام، وصيته عند الموت لابنه أن يأمره بلا إله إلا الله. قال: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. لو كل السماوات السبع والأرضين كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأوصيك بالتسبيح، يوصيه بالتوحيد، ويوصيه بالعبادة لله جل وعلا، ونهاه عن الكبر، ونهاه عن الشرك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في بابل في تلك الحضارة انتشر الشرك، وانتشرت عبادة الأصنام، والناس بدأوا يعبدون الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل إليهم خليله وصفيه إبراهيم عليه السلام، وهو من أبناء سام ابن نوح، كما ذكرنا لكم أن الله عز وجل قطع الذرية بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام، فكل الناس أبناء نوح عليه السلام، وكذلك أبناء آدم عليه السلام. اصطفى الله عز وجل البشر بآدم، خلق آدم أول البشر وأبو البشر، ثم اصطفاه مرة أخرى بنوح عليه السلام، فالذرية كلها من نوح. ثم اصطفى الأنبياء مرة ثالثة فجعلهم في ذرية إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. ولد ببابل، نشأ وترعرع ورأى الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الأوثان. فجاء لأبيه يوما فقال له: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إنما أنت تعبد صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، وانظر إلى الأسلوب المؤدب من إبراهيم عليه السلام، كيف يدعو أباه إلى الله عز وجل. يقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هل رأيتم أدبا مثل هذا وخلقا أرفع من هذا في كل جملة يناديه يا أبتي يا أبتي يعني إنما أنا ابنك أخاف عليك يا أبي ولكن الأب القاسي ولكن الأب الكافر يرد على ابنه بأسلوب آخر بقسوة وشدة وغلظة قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا لم تكف عن نهيك لي عن عبادة الأصنام لأرجمنك أرميك بالحجارة حتى تموت ثم طرده من البيت فقال له أحجرني مليا لا تقربني مدة طويلة من الزمن أخرج أغرب عن وجهي طرده من بيته فرد إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الجفوة وهذه القسوة كيف رد عليه إبراهيم قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سوف أستغفر لك الله عز وجل وأظل أدعو لك حتى يهديك الله عز وجل فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن ولن يدخل في الإسلام وكان كأنه وعده سوف أؤمن فاستغفر له فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين بل هو أمة قانت لله عز وجل جاء إلى قومه فسألهم وهم يعبدون هذه الأصنام وكان شابا صغيرا وكان فتى يافعا قال لأبيه وخاطب قومه فقال لهم ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فردوا عليه وقالوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين سبحان الله انظر إلى ضلالهم وزيغهم وفجورهم وكفرهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذا حال كثير من الناس لما تأمره بعبادة الله وتوحيده وتنهاه عن الشرك والبدع والخرافات يقولون وجدنا آباءنا وجدنا أجدادنا وجدنا الناس يعملون عمل ونحن على طريقتهم لن نغير شيئا فقال لهم إبراهيم وهو شاب قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين انظروا للقوة انظروا للصراحة انظروا للصدق قال أنتم وآباؤكم كنتم على ضلال يعني تتبعون أناس على ضلال فقالوا له كأنهم غضبوا من كلامه هذا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين إنك تتجرأ على آلهتنا وعلى آبائنا فهل أنت تلعب أو أنت صادق فيما تقول قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين انظروا إلى السماوات انظروا إلى الأرض انظروا إلى ما بينهما من الذي خلقها من الذي خلق هذا كله وبعد هذا تعبدون أصنام تعبدون تماثيل تعبدون أنصاب سبحان الله أي ظلم هذا الذي تفعلون غضبوا منه فإذا به يتحداهم ويقول لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وإذا بإبراهيم عليه السلام ينظر في النجوم يعد ويحسب الحساب يتأكد في أي يوم سوف يخرج الناس ليوم العيد يخرجون من المدينة كلهم لا يبقى أحد يوم عيد لهم يحسب في النجوم وينظر ويحسب الأيام ويعدها فعلم متى سوف يخرجون فتظاهر وأخبرهم بأنه سقيم بأنه مريض لا يستطيع أن يخرج معهم وهذه وإن كانت كذبة
فهي في الظاهر كذبة لكنها حقيقة وصدق. فإبراهيم عليه السلام مريض فيه هم وحزن وغم على ما يفعله قومه، مريض نفسيا ليس جسديا. وهذه من المعاريض التي تعرض بها إبراهيم عليه السلام لقومه، فقال لهم إني سقيم إني مريض، كذبة في ظاهرها لكنها صدق في الحقيقة. قال إني سقيم لن أستطيع الخروج معكم. وقال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا بهم يذهبون وقد وضعوا الطعام والأكل وكل ما يملكون من أفخم وأفضل أنواع الطعام وضعوه عند الأصنام، عند الآلهة، عند التماثيل. فخرج الناس ولم يبق إلا هو في المدينة، فنظر إلى هذه الأصنام، راغ إلى آلهتهم مسرعا متخفيا. فلما جاء عندها قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تردون علي، ما لكم لا تأكلون الطعام. هو يعلم أنها لا تتكلم، هو يعلم أنها لا تأكل، ولكن على سبيل التهكم والإزدراء. فإذا به يأخذ الفأس بيده ويضربها باليمين بيده اليمنى، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا، حطمها وكسرها جميعا، ووضع القدوم الفأس في الكبير الصنم الكبير، وانتظر الناس يرجعون. ماذا فعل في الأصنام؟ فتتها، جعلهم جذاذا، فتتها كلها وحطمها. فلما رجع القوم فرحين مستبشرين، نظروا إلى الآلهة، نظروا إلى الأصنام، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ آلهتهم أصنامهم كلها محطمة، كلها مفتتة، لم يبق فيها صنم، لم يبق فيها وثن. قالوا انظروا إلى جنونهم، انظروا إلى الحماقة التي يتصفون بها. آلهة محطمة، آلهة تعبد من دون الله مفتتة مكسرة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لو كان عندهم مسكة من عقل لعلموا أنه لا يمكن أن تكون آلهة ومفتتة، وإذا كان هناك من يستطيع تفتيتها وتحطيمها لما لا يعبدونه هو أيضا، هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام. لكنه الغباء، وهذا هو الجهل، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي، وهو القاهر فوق عباده، هو خالق كل شيء جل وعلا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعض الناس نعم نعم إنه فتى لم يخرج معنا في العيد، لم نره معنا يحتفل معنا، كان دائما يسب الأصنام ويسب الآلهة. اسمه يقال له، يقال له إبراهيم، يسمون الناس إبراهيم. انظروا يحتقرون هذا الفتى وهم لا يعلمون أنه خليل الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ائتوا به لنحاكمه أمام الناس ليشهد الناس جريمته النكراء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جروه من بيته وهو فتى صغير، قالوا عمره أقل من 20 سنة، وجيء به أمام الناس ووضعوه على منصة الاتهام. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام متهم. فسألوه، وهم خير من بعض الفجرة، من بعض الطواغيت في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، على الأقل سمحوا له بالدفاع عن نفسه أمام الناس، على الأقل سألوه لما فعلت هذا. أما طواغيت هذا الزمن فبعضهم والعياذ بالله لا يسمح لك حتى بالدفاع عن نفسك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فرد عليهم يزدريهم، قال بل فعله كبيرهم هذا. أما ترون القدوم؟ أما ترون الفأس عند الكبير الصنم الكبير؟ لما ذهبتم قام هذا الصنم الكبير وأخذ يحطم الأصنام الباقية وأخذ يكسرها، هذا الذي فعله هذا الكبير. فاسألوهم، اسألوا الفتات، سألوا الحطام، سألوهم من الذي صنع هذا بكم إن كانوا ينطقون. فتجمعوا وتشاوروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هل تعلمون ماذا يعني إبراهيم؟
يعني إبراهيم أن هذه الآلهة لا تتكلم لا تنطق، وأن هذا الصنم وإن كان على حاله فإنه أيضا لا ينطق ولا يتكلم. كيف تعبدون آلهة لا تنطق ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها؟ علموا حقيقة الأمر، رجعوا إلى فطرهم، لكنهم فجأة انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الفتنة مرة أخرى. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم والناس والشهود والحضور والجمع الكبير ينظرون للمحاكمة وللمناظرة، قالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنام ما تتكلم، كيف نسألها؟ فرد عليهم إبراهيم المتهم، رد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل قوة وبكل جرأة، كأنه صار الآن هو القاضي، صار هو الحكم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم، يقول للناس أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فصمت الناس وسكتوا. يقول لهم أفل لكم ولما تعبدون، هذا الذي تفعلونه هذا باطل، ماذا تفعلون؟ ألا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ سكتوا، علموا أنهم لا يستطيعون على إبراهيم بالحجة وبالمناظرة، بدأوا الآن بالتحديد. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما في إلا النار، نحرقك يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة. وهذه سنة الطواغيت، سنة الظلمة، ما يستطيعون بالحجة، يلجأون إلى التعذيب، إلى الحرق بالنار، إلى السجن، إلى الضرب، إلى التهديد، إلى كل هذه الوسائل، حجة الضعيف ومنطق الضعيف. فجمعوا نارا عظيمة لإبراهيم، حطب، يجمعون الحطب قيل شهر كامل، حتى أن المرأة إذا مرضت تنذر للآلهة أنها إذا شفيت تجمع الحطب لحرق إبراهيم، النساء والرجال كل الناس يجمعون الحطب. فجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا فأشعلوا النار، فصارت نارا عظيمة، أججوا له بنيانا من النار، حتى إن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها. ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم فربطوه بالمنجنيق، والناس يشهدون والناس يتجمعون لحرق إبراهيم الذي فتت الأصنام، وكان شابا فتى صغيرا، فربطوه بالمنجنيق ليرموه. فجاءه جبريل عليه السلام، قال يا إبراهيم ولك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، والناس ينظرون. فرمي إبراهيم في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سقط إبراهيم في النار والناس مندهشون، ما الذي جرى؟ أحرقت النار وثاق إبراهيم، الحبل الذي كان مربوطا به، ثم نفض الغبار عن نفسه، ثم أخذ يذكر ربه ويصلي في النار، والناس مندهشون، هذا الذي نراه سحرا أم حقيقة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أما أبو إبراهيم وكان كافرا آزر، أما أبو إبراهيم فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم، أفضل كلمة قالها أبوه. أما أمه فنظرت إلى ابنها، أم إبراهيم فنظرت إلى ابنها فقالت له يا بني إني أريد أن أجيء إليك، فادع الله لئلا تحرقني النار. فدعا الله لها، فدخلت أمه فاعتنقته وقبلته، ثم رجعت، وظل إبراهيم 40 أو 50 يوم وهو في النار متنعما متلذذا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وكانت الحيوانات كلها تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، الفويسق، هذه الدابة الخبيثة التي أمرنا بقتلها، كان ينفخ يؤجج النار على إبراهيم، ثم خرج إبراهيم عليه السلام من النار معافا لم تصبه النار أبدا. سمع بها الملك
النمرود ملك بابل سمع بالذي حدث لإبراهيم، قال نادوه لي أريد أن أناظره، وكان يدعي الربوبية هذا الملك. فلما جاء إبراهيم سأله الملك، قال يا إبراهيم سمعنا أن النار لم تحرقك، فما هي صفات ربك؟ من هو ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فضحك الملك وقال أنا أيضا أحيي وأميت. قال كيف ذلك؟ فنادى رجلين قد حكم بالإعدام، حكم عليهما بالإعدام، قال أما هذا فقد عفوت عنه أحييته، وأما هذا فقد أعدمته أن أصر على قتله فقتلته، انظر كيف أحيي وأميت. هذا رجل غبي جاهل لا يستحق أن يناقشه إبراهيم في هذا المنطق، لأنه منطق أعوج، يريد شغبا، يريد سفاهة. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، ربي يسير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق، فإن كنت ربا فأتي بها من المغرب، غير مسار الشمس إن كنت تستطيع. فبهت الذي كفر، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه لم يؤمنوا به، لم يستجيبوا إليه، أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر، فهاجر مع لوط. لوط ابن أخيه، هو الوحيد الذي آمن به، وزوجته سارة، خرج مهاجرا، وهذه سنة الأنبياء، إن لم يؤمن الناس بهم هاجروا إلى بلاد أخرى، يدعونهم إلى الله عز وجل، يسيحون في الأرض يبلغون دين الله جل وعلا. فتوجه إلى الشام، إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فأوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هاجر إلى الشام، قيل إلى حران، وقيل إلى بيت المقدس، ثم ارتحل مرة أخرى إلى مصر. لما ارتحل الله أعلم، يقولون مجاعة أصابت الشام، فخرج مهاجرا مع زوجته سارة إلى مصر، وقيل ذهب يدعو إلى الله ويبلغ دين الله عز وجل، العلم عند الله. فلما خرج وذهب إلى مصر كان هناك جبار من الجبابرة، إذا سمع أن رجلا قد تزوج امرأة أخذها ظلما وعنوة، يفعل الفواحش بالنساء والعياذ بالله، رجل خبيث جبار. فقال إبراهيم يخاطب زوجته سارة، قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار، أحد جنود هذا الملك أتى إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة من هي، وكانت سارة جميلة عليها السلام. فقال لها إبراهيم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، وهو صادق صادق، هذه من الكذبات، في ظاهرها كذبة لكنها صدق في الحقيقة، من المعاريض تورية. قال إبراهيم أنك أختي، نعم هي أخته في الإسلام، أخته في الدين. قال فلا تكذبيني. فأخذها الجنود عنوة وذهبوا بها إلى الملك. وإبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان لم يرزقه الله عز وجل بالولد، من عنده في الأرض غير سارة زوجته المؤمنة الصالحة؟ فأخذها الملك ودخل عليها في غرفة، فإذا بها تدعو الله وتصلي، وإبراهيم في ذلك الوقت يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينجي زوجته، لم يستطع أن يمنع الجنود عنها، أخذت عنوة وأدخلت على الملك. فدخل الملك عليها وأخذت تدعو الله وتستغيث بالله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما أراد الملك يقترب منها أخذ، فأصيب بالشلل، شلت يده، وقيل شلت رجله، فسقط على الأرض. فإذا به يقول يتوسل إلى سارة، يقول ادع الله لي، ادع الله لي ولا أضرك أبدا. فدعت الله له أن ينجيه، قالت ربما يموت ثم يقول الناس أنني قتلته. فدعت الله له فنجي، شوفي، فرجع كما كان. فاقترب منها مرة أخرى يريد أذاها، فدعت الله عز وجل وسقط، أخذ، شلت يده، فيقول ادع الله لي
ولا أضرك أبدا. فدعت الله له فأتاها مرة ثالثة يريد أن يضرها يؤذيها، فدعت الله عز وجل فأخذ، فطلب منها المرة الثالثة أن تدعو الله له، فدعت الله له، ثم لما شفي وعوفي نادى خدمه وحشمه وجنوده قال خذوها فإنها ليست بإنسان إنها شيطانة إنها شيطانة خذوها. وأخدمها هاجر، أعطاها إحدى جواريه هاجر عليها السلام، أعطاها خادمة تخدمها. فدخلت سارة معها هاجر، رجعت إلى إبراهيم فدخلت عليه فإذا هو يصلي، فأشار بيده مهيم يعني ما الخبر، فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره، رد الله كيد الكافر في نحره. وأخدمنا هاجر أي أعطانا هاجر تخدمنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله عز وجل يحفظ عباده، احفظ الله يحفظك. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس معه سارة ومعه هاجر، فلما رجع إلى بيت المقدس أمر لوط عليه السلام أن يذهب إلى مدينة خبيثة، مدينة كافرة انتشرت فيهم الفواحش، مدينة سدوم، كفار فجار. أمر إبراهيم لوطا أن يذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل. أما سارة فقد علمت أن إبراهيم يريد الولد ويشتاق إلى الولد، فقالت له ادخل على أمتي هذه، ادخل على هاجر، ادخل على هاجر لعل الله أن يرزقك منها الولد. فجاءها إبراهيم عليه السلام فحملت فولدت له طفلا جميلا سماه إسماعيل. إسماعيل الولد البكر لإبراهيم، أول ولد بعد 86 عاما يرزق إبراهيم الولد. فغارت سارة فقالت له خذها إلى أي مكان بعيد عني، فأوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بها إلى بيت الله الحرام إلى مكة، ولم تكن الكعبة قد بنيت في ذلك الزمان. جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنه إسماعيل الرضيع فوضعهما في واد غير ذي زرع بين جبال بين تلك الشعاب في مكة، لم يكن فيها ماء ولا إنس ولا وحش ولا طير. وضعهما معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فنظرت أم إسماعيل أين يذهب إبراهيم، ترك الطفل الرضيع وأمه وذهب باتجاه بيت المقدس، فنادته فقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يرد عليها. فقالت له وهي تتبعه، قالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال لها نعم أمرني ربي أمرني ربي. قالت إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله. فرجعت إلى رضيعها ترضعه، فتوجه إلى مرتفع من الأرض، فرفع إبراهيم يديه إلى السماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فغاب إبراهيم وذهب، بقيت أم إسماعيل أياما تطعم طفلها ورضيعها من لبنها، تأكل التمر وتشرب الماء، فنفد الماء وفني التمر، فجاع الطفل، جف الضرع، ليس هناك لبن، ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ أين النصر من الله عز وجل؟ هي عندها عقيدة ويقين أن الله لن يضيعها. رقت على الصفا، ارتفعت على مرتفع من الأرض يسمى الصفا، تنادي ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ لا أحد يجيبها، واد لا حياة فيه. فركبت وسعت إلى المروح، صعدت على المروة تنادي ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ لا أحد يجيبها. 7 أشواط، وهذه سنة صارت بعدهم. ثم ارتقت على المروة في الشوط 7 فإذا بها تسمع صوتا، فقالت نفسها صهن أي اسكتي اصمتي أين الصوت؟ قالت إن كنت مغيثا فأجبني، إن كنت معينا فأجبني. فنظرت إلى طفلها فإذا رجل عنده كأنه رجل مخلوق، فركبت إلى طفلها
فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض، فإذا بماء زمزم لأول مرة ينبع من الأرض، يخرج من الأرض، فركضت أم إسماعيل الماء تجمعه. رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، لكانت نهرا يجري، ولكنه قلب الأم على ولدها. فأخذت تشرب الماء وتشرب رضيعها، فقال لها جبريل: لا تخافي يا أم إسماعيل، لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه، يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه. وإذا بعد أيام، وإذا بجرهم قبيلة من العرب تمر في الطريق، فترى طائرا عائق أن يحوم حول هذا الوادي، وهم يعرفون هذا الوادي ليس فيه ماء، فذهبوا باتجاه الطير، فنزلوا فإذا بهم يرون هاجر وإسماعيل وعندهما ماء، فقالوا يستأذنون أم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. وكانت تحب الأنس، تحب أن ينزل عندها أناس، فجلسوا عندها واستقروا عندها. ولما كبر إسماعيل تزوج منهم، تعلم إسماعيل عليه السلام العربية، فصار من أفصح الناس باللغة العربية. تمر الأيام، وكان إبراهيم عليه السلام يتردد عليهم من فلسطين إلى الحجاز إلى مكة، بين سارة وبين هاجر. يوم من الأيام جاء إلى مكة إبراهيم عليه السلام فنام عندهم، فلما استيقظ من نومه رأى رؤيا، في المنام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لا يتمثل الشيطان لهم، ورؤيا الأنبياء من أنواع الوحي. فجاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، وكان بدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه. وتخيلوا هذا الابن الوحيد الذي جاءه بعد طول سنين من الانتظار، الآن جاءه هذا الابن، فقال له إبراهيم عليه السلام: يا بني، يا بني إني أرى في المنام، انظروا للمفاجأة، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الله أكبر. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، ابنه الوحيد الذي انتظره طوال تلك السنين. كبر الابن وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه، الآن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه. إبراهيم ضحى بنفسه، إبراهيم ضحى بكل ما يملك، الآن يملك هذا الطفل الذي شب وترعرع في رعاية أبيه، الآن يأمره الرب أن يضحي به. ضحى إبراهيم بكل شيء، ما بقي إلا الابن ليضحي به إبراهيم. قال: يا بني ماذا ترى؟ ما رأيك بهذا الأمر؟ انظروا للابن الصابر، الابن المؤمن، الابن الصادق. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن بعض الآباء إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجهاد تلكى، قال: يا بني أنت مجنون، أحد يذهب إلى الجهاد في هذه الأيام؟ وإبراهيم يؤمر بذبح ابنه بنفسه، بنفسه بيده، ويستجيب لله. والأغرب أن ابنه يقول له: افعل ما تؤمر، لم يقل له أنت مخير، بل قال له: افعل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل الأمر كلام؟ لا، حقيقة. فإذا بهما يسلمان لله ويستسلمان، وهذا هو الإسلام الحقيقي. فوضع رأسه وجبهته على الصخرة، وإذا به يأتي بالسكين، فيحد السكين ويمرر السكين على رقبة ابنه، يسمي الله. سبحان الله، ما الذي يجري؟ السكين لا يقطع، السكين لا يذبح. يقول له الابن: يا أبتي، بقوة، يشد عليه بقوة، لكن السكين لا يقطع، مرة ومرتين وثلاث. وإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين،
أعظم بلاء وأعظم اختبار. ينظر إبراهيم، من الذي ينادي؟ إنه الله عز وجل. ما الذي حصل؟ نزل كبش من السماء، كبش كما قيل أبيض أعين أقرن عظيم، وفديناه بذبح عظيم. قام إبراهيم وإسماعيل، ماذا يريان؟ يريان كبش ينزل من السماء، فداه الله عز وجل، فدا إسماعيل بهذا الكبش، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. وصار ذبح الأضحية سنة في الأمم من إبراهيم وما بعده. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام ليس عنده إلا إسماعيل، وكان في ليلة من الليالي جالسا مع زوجته سارة في فلسطين، جالسا معها، وكان إبراهيم أبو الضيفان، كان لا يأتي ضيف وغريب في المدينة إلا ويدخل عند إبراهيم، فسمع برجال غرباء فإذا به يستضيفهم إبراهيم عليه السلام، لكن الغريب أنه لم ير عليهم أثر السفر، فأنكرهم، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي الأمر فيه نكارة فيه غرابة، كيف تأتون غرباء ومع هذا لا أثر عليكم من أثر السفر؟ قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، جاء بابن البقر وطعمه لذيذ حنيذ أي شواه وطبخه، ثم جاء به إليهم وقربه إليهم، فقال لهم ألا تأكلون؟ خاف إبراهيم منهم، لا يأكلون، لا يمدون أيديهم إلى الطعام، وعادة الضيف إذا لم يأكل فإن في الأمر خوف، كأنه يريد شرا، فأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة من عند الرحمن جل وعلا، أرسلنا إلى قوم لوط لنعذب قوم لوط. امرأته كانت تقدم الضيافة وكانت تصنع الضيافة للضيوف، فسمعت هذه المقولة فضحكت، ضحكت فرحا. لما ضحكت؟ سارة، لأنها تعلم أن القوم خبثاء، أنهم مشركون، أنهم مجرمون، فضحكت وفرحت أنهم يريدون تعذيبهم. وامرأته قائمة فضحكت، فلما ضحكت قالت الملائكة لسارة، قالت الملائكة لها نبشرك بطفل سوف يأتي إليك اسمه إسحاق، سوف ترينه، بل يكبر هذا الطفل ويتزوج وينجب ولدا آخر، نبيا آخر اسمه يعقوب، ترين الولد وترين الحفيد. فقالت المرأة يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، صاحت صرخت ثم ضربت خدها، فأقبلت امرأته في صرة، صاحت فصكت وجهها، ضربت خدها، وقالت عجوز، وقالت عجوز عقيم. سببان يمنعان الولادة، أولا أنا عجوز كبيرة بالسن، ليس في ولد، لا أستطيع الحمل، ثم قالت عقيم، أنا أصلا لا ألد، أيام الشباب ما كنت ألد، كيف ألد الآن؟ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام لما هدأ، لما ذهب الخوف عنه، أخذ يجادلهم في قوم لوط، لا تعذبوهم الآن، اصبروا عليهم، ربما يتوبون، ربما يهتدون، لا تهلكونهم الآن. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أما قصة لوط نرجئها إلى درس قادم وحلقة أخرى. نكمل قصة إبراهيم عليه السلام. أثناء زيارة إبراهيم لمكة يزور ابنه إسماعيل،
يوم من الأيام قدم فرأى إسماعيل يبري نبلا، وكان إسماعيل راميا، وكان النبيون عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على التعلم، تعلم الرمي، يقول أرموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه السلام، استعدوا للحرب، استعدوا للمعركة. فناداه إبراهيم، فلما رأى أباه عانقه وسلم عليه بعد السفر، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، أتعينني عليه؟ فقال اصنع ما أمرك ربك به. قال تعينني؟ قال أعينك يا أبي. قال إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أوحى الله لإبراهيم أن هاهنا يبنى بيت الله عز وجل، الكعبة المشرفة. هل بنيت؟ بناها شيث ابن آدم، ثم هدمت بالطوفان، ثم رفعها مرة أخرى إبراهيم، العلم عند الله عز وجل. المهم أن إبراهيم أخذ يبني البيت، هو وإسماعيل. إسماعيل يأتي بالحجر، وإبراهيم يضع الحجر في مكانه، ويبني إبراهيم البيت، إبراهيم يضع الحجر في مكانه عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت يدعوان الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما بقي في البيت حجر، قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام، قال اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا. قال يا أبتي تعبت كسلت يا أبي. قال اذهب. فذهب، وتأخر إسماعيل، فجاء جبريل عليه السلام. يروى أن جبريل جاء إبراهيم بالحجر، الحجر الأسود، حجر من الجنة نزل، كان أبيضا وسودته خطايا وذنوب بني آدم، فأعطاه إبراهيم ووضعه إبراهيم في الركن. فلما رجع إسماعيل قال سبحان الله، من أين لك هذا الحجر؟ قلت لي أن آتيك بالحجر، من أين لك هذا؟ قال جاءني به جبريل، جاءني به جبريل. فلما انتهى بناء البيت قال الله عز وجل لإبراهيم، يا إبراهيم أذن. قال أذن في من؟ قال أذن، إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فأسمع الله عز وجل نطفا في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، وها هي الأمم من إبراهيم عليه السلام إلى آخر الزمان تحج إلى بيت الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وفي فلسطين وفي البلاد، يدعو إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. إبراهيم مؤمن بالله عز وجل، ولكن أراد أن يرى ويطمئن القلب أكثر ويزداد الإيمان، والإيمان مراتب والإيمان درجات، وإبراهيم عليه السلام من المؤمنين حقا. فقال الله عز وجل لإبراهيم خذ 4 من الطير ومزقها، قطع الريش والأجنحة واللحم، مزق كل طير تمزيقا، واخلط هذه الطيور 4 خلطا، اخلط الريش باللحم بالدم، وتخيلوا كيف يخلط 4 طيور مع بعضها البعض، قطعها وفتتها، ثم لما جمعها وخلطها قال اجعل على كل جبل، انظر هذه الجبال التي حولك، اجعل على كل جبل جزءا من هذه الطير، من هذا الذي بقي لحم ودم وريش مختلط، جعل هذا الجزء في هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، جبال كثيرة، جزأ هذه الطيور عليها. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم نادها، ادعو هذه الطيور. فناداها إبراهيم، الله أكبر، وإذا الريش يتجمع، وإذا اللحم يتجمع، وإذا الدماء تتجمع، وإذا الطيور 4 تطير مرة أخرى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال بلى لكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إمام الموحدين، خليل الرحمن، جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذرية إبراهيم، كما اصطفاهم الله بنوح اصطفى الله عز وجل الأنبياء بإبراهيم مرة أخرى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وكان من كرامة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل بعد وفاته جعله مستندا عند كعبة السماء السابعة، لأنه بنى كعبة الأرض، وهناك كعبة في السماء السابعة تسمى البيت المعمور. إبراهيم مستند عند هذه الكعبة، عنده أطفال المؤمنين الذين يتوفون قبل الحلم. رآه النبي عليه السلام، رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج مستندا عند البيت المعمور. وهذه كعبة السماء يحج إليها كل يوم 70,000 ملك يطوفون بها، لا يطوفون بها مرة أخرى. كرامة لإبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان لوحده أمة قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام أنه وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به، ضحى بنفسه، ضحى بماله للضيفان ولطاعة الله وللدعوة إلى الله، ضحى بابنه وتله أراد أن يذبحه لله عز وجل، ضحى بكل شيء يملكه واستجاب لله. وإبراهيم الذي وفى. ولهذا كان حقا لإبراهيم أن يتخذه الله عز وجل خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا.